مرحبا بالجميع. لدي اليوم أخبار سارة لكم بخصوص رخص البناء في مصر. فإذا كنتم قد تعاملتم من قبل مع بيروقراطية الحصول على رخصة بناء فأنتم تدركون كم يمكن أن يكون الأمر مزعجا. لكن هناك أخبار رائعة قادمة من وزارة التنمية المحلية. أعلن وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا عن تبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء، وهذا خبر ضخم. ففي السابق كان عليكم المرور ب 15 خطوة مختلفة، أما الآن فقد تم تقليص هذا العدد إلى 8 خطوات فقط، أي تم تقليصه إلى النصف تقريبا. وهنا الجزء الأفضل، تم تقليل الوقت الإجمالي اللازم للحصول على رخصة بشكل كبير. ففي الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين يمكنكم الحصول على رخصتكم في غضون 26 يوما فقط. أما إذا كنتم بحاجة إلى تقديم وثيقة تأمين فسيستغرق الأمر 40 يوما، وهذا تحسن هائل مقارنة بالنظام السابق. ومن أهم التغييرات هو أنكم لم تعودوا بحاجة إلى تقديم عقد موثق، وبدلا من ذلك تحتاجون فقط إلى إظهار إثبات ملكية، وهذا التبسيط وحده سيوفر الكثير من الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك تم تخفيف متطلبات المسح، فالآن يكفي إجراء مسح بسيط للموقع بدلاً من إحداثيات تفصيلية. تغيير كبير آخر هو أنه سيتم الآن التعامل مع عملية مراجعة الرخص من قبل الوحدات المحلية في المحافظات بدلاً من الوحدات المتخصصة، وهذا من شأنه أن يجعل العملية برمتها أكثر كفاءة وسرعة. هناك أيضاً قدر كبير من التعاون بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى ذات الصلة لتبسيط لوائح البناء بشكل أكبر، والهدف هو تسهيل حصول الناس على الرخص التي يحتاجون إليها دون تأخير غير ضروري. وبالنظر إلى المستقبل هناك بعض التقدم المثير في التخطيط العمراني، فبحلول أوائل عام 2025 من المتوقع الانتهاء من تحديد جميع الحدود العمرانية للمدن والقرى، وهذا يعني نمواً وتطوراً أكثر تنظيماً في جميع أنحاء البلاد. إذن دعونا نلخص، تم تقليص عملية الحصول على الرخصة من 15 خطوة إلى 8 خطوات، ويمكنكم الآن الحصول على رخصتكم في غضون 26 يوماً فقط إذا لم تكن هناك حاجة إلى وثيقة تأمين، ويكفي إثبات الملكية بدلاً من عقد موثق. وستتولى الوحدات المحلية عملية المراجعة لتسريع عملية الاستجابة. هذه قفزة كبيرة إلى الأمام من أجل التنمية في مصر، فتبسيط هذه الإجراءات وتقليل الوقت اللازم يعني بيروقراطية أقل وكفاءة أكبر. إنه فوز للجميع. شكراً لمتابعتكم، وإذا وجدتم هذا الفيديو مفيداً فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك لمزيد من التحديثات. إلى اللقاء في المرة القادمة.